السلام عليكم ورحمة الله. من شهر أو شهر ونص ما جبت أي طاري للعقار، اليوم بندردش شوي وأيضا عندي شوية أسئلة. الأيام اللي فاتت كثير من الأخوان سألوني هل تم تعيينك مستشار في وزارة الإسكان؟ أحب أقول لهم لا، ربما تشابه أسماء بيني وبين الأخ اللي تم تعيينه. أيضا طلع خبر إن هيئة العقار وقعت مع وزارة العدل لإنشاء مؤشرات عقارية. هذا يعني أن المؤشرات اللي عند وزارة العدل الآن ليست كافية ليستخدمونها بعض الناس للتشويش على السوق. هذا ربما فيه تحجير على بعض الصحف والجرائد اللي أشغلتنا السوق العقاري خسران كذا، السوق العقاري خسران كذا، مرة 147 ومرة 500 ومدري كم، ومرة شغالة على طول السوق العقاري خسران خسران خسران. نبي نشوف الأرقام الجاية كيف تكون. طبعا كلنا نعرف ان السوق العقاري في الايام اللي فاتت كان فيه نسب نزول، ما في ذلك شك. طبعا هي متفاوته من قطاع الى قطاع، انا هنا ما اتكلم عن النزول والارتفاع، انا اتكلم عن معلومات متداوله مضروبه. وحتى اوضح لكم المثال، مثلا يقولون ان السوق العقاري خسران 500 مليار، ودي اعرف انا كيف عرفوا حجم السوق العقاري، كيف استطاعوا انهم يقيمونه. أيضا عندي سؤال ثاني، من الجهة اللي قيمت لهم وكم جهة قيمت لهم ومتى قيمت لهم وكيف قيموه ومن أذن لهم وكيف حصلوا على المعلومات حتى يقيمون هالعقارات ويقولون إن حجمها كذا وخسرانها كذا؟ بعدين ليش ما ينشرون حجمها أصلا؟ ليش ينشرون خسائر ولا ينشرون حجم السوق؟ رجل أعشق المعلومة ومستعد أدفع لها الغالي والرخيص لأن عملي التجاري يقوم على هالمعلومات. أنا ودي أعرف هالناس هذولا من وين حصلوا عليها، لأنه أصلا حسب علمي ما في جهة تملكها. بعدين هل العقارات اللي قيموها ذي معروضة للبيع ولا أهلها أصلا ما يبغون يبيعونها؟ وأيضا لو لاحظتوا مرة يجيبون قيمة الصفقات ومرة يجيبون عددها حسب اللي انخفض عندهم ينشرونه، المرتفع ذا ما ينشره ما يصلح له. وأيضا يقولون لك أن العقار متضخم ومنهار، يعني حي ميت. أعتقد والله أعلم لو تموت ما عرفت تحلل هالمعلومة. وأذكر أن من تحليلاتهم من رسوم الأراضي أنها بتبلغ تريليون ريال، يعني حجم الرسوم راح يكون تريليون ريال. لا بعضهم قال 950 لأنه كان لطيف وحبيب. سؤال كم بلغت الآن؟ وأذكر أنهم كانوا يقولون إن إذا طبقت رسوم الأراضي راح تباع الفلل بأقل من 70% من قيمتها، يعني 30% من قيمتها. هل في فلل الآن تتداول ب 30% من قيمتها؟ في هالمرحلة اللي حنا نعيشها تتوقعون إذا نشرنا أخبار سلبية عن اقتصادنا تتوقعون بيفرح بها العدو ولا الصديق؟ آخر شيء نشر الأخبار السلبية عن اقتصاد البلد تتوقعونها بتكون محفز للمستثمر الأجنبي أو للشركات العالمية للاستثمار في بلدنا في مجالات الإسكان أو في نيوم أو في الزدية؟ تتوقعونها بتحفزهم على أنهم يجون؟ عني أنا ما أعتقد أبدا للأسف الشديد. السلام عليكم.